المراكز الأخيرة أيها أيمن للغنام، والغنام الثاني بيفكر ويعدي ويفوت، بيحول كرة العمري. يا سلام على العمري، هو كذلك الكرة لا زالت في اللعب والانطلاقة موجودة والفرصة. جول جول جول! الله 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 الله! مسيطر، نعم مسلطن، نعم آخر سلطنة، آخر سلطنة. الله، كرة عالمية بحق وحقيقي، بحق وحقيقي. الله يا عالمي، الله يا عالمي. كرة فن ومدرسة وهندسة، الأولى والثانية والثالثة على طول. أبو بكر، شوف الغول، شوف الغول كيف توغل، الغول توغل وأرسل كرة لخالد الغنام. الغنام بيسعد النصر الآن بهدف مبكر وفي الدقيقة 14 والسلسلة لفريق في دوري المحترف. الله، هذا اللي يسجل، هذا اللي يقول شباك الحزم في 2000. الله 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 الله. بعد هذه الكرة تعاون 11 نقطة ويلعب بكرة أمام الشباب. انطلاق الغنام، سيطر على كرة، نعم ينتظر العرضية، فكر في المرور شباك الحزم في 2019. عندنا محاولة قائمة، الحزم والتغطية في غاية الجمال من عبد الإله. 20 عن المركز، الحزم يتقدم الآن في هذه الدقائق، وتسديدة جميلة كانت، حلوة كانت المحاولة المرمى للمشوار. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، أولى أولى جون أولى جون. مع ذلك الله، الأجواء حزم في الجهة اليمنى، محاولة قائمة وفرصة لستراندبرغ من جديد. طبعا الحزم، عادت الكرة لمصلحة الحزم، القدم سامي، لمسة باتجاه أبو بكر، تنحط وتتسدد وتصل إلى ركلة الزاوية. علي الحسن أخذ كرة بصورة جميلة اليسرى لدى ذعار، ذعار خطير خطير، بيحول كرة وفي الأخير مباراة لعبها أبو بكر، ساهم في 4 أهداف. الآن هنا محاولة والكرة بقبضة، كذلك الخيبر، يشوف المثلثات اللي أتكلم عنها اللي أتكلم عنها. أصل كرته انطلاقة من أمام العازمي، يا لها من كرة، لكن الكرة في مقدورة أن يعطي الإضافة. مباراة لا شك أنها صعبة صعبة صعبة، وخروج سلام مع الخيبري. النجعي يتقدم الآن، يتقدم ويمرر أبو بكر، جول! الله، الغول يضرب ولا يرحم، الغول، إنه الغول، ظهر في الساحة وأعلن النصر، للنصر وسط أنظار رفيقة ومحبوبة وصاحبة، لكن في هذه الكرة النجعي كازمي فرحان مع ماشاريبوف، أخذ الأول وأخذ الثاني، لكن تغطية مثل عطل الجمهور، عطل الجمهور، عطل الجمهور. أكيد إنه هولاجون الهولندي بيحاول الآن، بيفوت ويعدي ويفوق ويسدد، الكرة توصل، عندنا انطلاقة والكرة خطيرة، جول 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 للحزم الذي صنع هدف وحيد فقط هذا الموسم لأولاجون في الأهلي، الآن يسجل هدف في شباكي وليد عبد الله. صارت 2-1 وصار لابد من أنسلمي البرازيلي. فيتي يرسل كرة بالرأس من أنسلمي. موري موري
موري، موري وش سويت؟ وش سويت؟ وش سويت؟ الكرة خطيرة، إنها معركة، هي الآن متحركة، 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 الكرة اللي تصل، والآن أبو بكر إلى مشاربه والعرضية، ومين يقابل؟ وهوبا! راية رفعت، راية رفعت يا سامي، راية رفعت يا النجعي، الحكم المساعد كان قد رفع الراية. سامي يقول للحكم حتروح تشوف الفار، أنا عندي شك إنها تكون تسلل. أوه، التسلل موجود على أبو بكر، حالة أو منذ المباريات الستة ولم يسأل. الآن 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 هو يسبيع المؤازرة، المباراة تدخل الآن أجواء عصيبة. أوهو، واحد ماشى ماشى، يقفل على الموضوع، يقفل، الله الله، سلطان الأولى أنقذها الدخيل وأليسون، وبعد كده هنا في هذا الملعب الآن الكرة بتوصل، أوبا أبو بكر وبالرأس وتعود يعولجون الآن، والآن بيحاول ويعلي، مين يقابل بالصدر؟ هذا العرض الفني والكرة الحلوة، الكرة على طول وتنحط، خطيرة خطيرة خطير، الحزم ممكن تتهيأ الآن، الآن يعولجون الآن، والآن لا زالت إلى موحى، موحى على طول في اليمين تتعلق، خطيرة، خشا ماشا الآن بيحول كرة على طول، الله، هذه تصير إعلان لكرة القدم، إعلان للبرامج الرياضية، الإعلان النهائي، يا يا كرة لمنصور الشمري، أبو بكر أبو بكر أبو بكر يخلص، المرتدة المرتدة يقودها أنسلمو، أنسلمو بيحضر كرة مقطوعة من أمام، أنسلمو مع خطأ يحتسب الآن، الآن 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 الكرة بتوصل، النصر هل ينهي المباراة؟ هل ينهي المباراة؟ هل ينهي المباراة؟ لم تنتهي، وأعنيها وأعتقدها أنه يعتقد أن النصر قد انتهى من بعد من بعد مباراة، ينهي النصر المهمة، انهيها ماشا، ينهيها، الله 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 الله